أنور لوين رايح؟ هلأ بتشوفي، بدي كسر له راسه لهذا الواطي وربيه. لا أنور بترجاك، ما بدي تروح. لا ما بيصير، أنا لازم أتصرف هلأ، ما رح أسكت بنوب. شو مفكر الدنيا سايبة؟ لك إذا بتريد قلت لك لا تروح. والله لربي لهالوقح، أساساً أنا من الأول ماني مرتاح له أبداً على فكرة. خلص وقف، دور هلأ، خلينا نرجع بلا هالمشكلة. لو سمحت يلا، ما بدي أرجع لهنيك، يلا بسرعة دور. مو جاي على بالي شوف حدا ولا أرجع لهنيك، لو سمحت وقف. ليكي إذا بدك أنا هلأ باخدك على المشفى أو بتصل بأهلك، قليلي شو بدك بساوي، بس لا تضلك هيك عم تبكي. لا ما في داعي، ما بدي حدا يشغل باله علي بنوب. حياة بلا حكي فاضي هلأ، معقولة تفكري بردة فعلا وأنت بهالحالة هي؟ ما بدي مخلوق يعرف شو اللي صار اليوم. بتمنى هالشي ضل بيناتنا، اتفقنا؟ واتركني وروح، أنا برجع لحالي هلأ، هيك أريح لي بكتير لو سمحت. طالما هو رفيق مرام وبيحبها، ليش لا يكون منيح معها من الأول؟ خلصنا بقى بيسان، انتي لازم تروقيها للبنت، لبقى تزيدي عليها أكتر. صحيح متضايقة من اللي عمله زياد، بس متضايقة أكتر من اللي عمله مراد. ضربته كف لزياد وفشيت خلقي فيه، بس مراد هو قدام عيوني مسك يد مرامه، أخذ على غرفة النوم معه، قدام عيوني أخذها لمرام. ايه برافو عليكي، عادي وضلي عم تبكي مشان واحد ما بيستاهلك. طيب شو صار؟ نحنا لما حكينا معك على الموبايل قلتي انك كتير مبسوطة مزبوط؟ وقلتي عم تقضوا وقت حلو، شو صار بعدين لحتى وصلت الأمور لهون؟ أنا ما عم أفهم شي. أنا ومراد كنا مع بعض، عن جد كنا مبسوطين كتير، حتى ضلينا عم نضحك لدرجة إني حسيت حالي رح أطير من الفرحة لقد ما انبسطت. هاد الزلمة مو سهل، أنا بعرف منيح كيف بتفكر هالأنواع، بيحاول يتلاطف ويتقرب منك وبعدين بس يشوفك حبيتي بيبعد عنك وبيتركك وخلصنا. طيب فهمنا، إذا مو حاسس بشي تجاهها ولا بيحبها يعني، فيني أفهم ليش كان دابقها كل هالوقت وعم يتقرب منها؟ أكيد بيكون عم بيضحك علي بس مو أكتر من هيك، وأنا صدقت وفكرت جدي. طيب بدي أسألك، وعدك بشي أو قالك إنه بيحبك؟ حكى شي خلاكي تتأكدي؟ يمكن فهمتي غلط. انتي ما شفتي شلون بيحكي معي، كيف بيطلع فيني. هو لما بيكون معي بيتحول لحدا تاني، ما كان بدي اي بعد عني ابنه، ما توقعت يعمل هيك. ما بعرف شلون مسك ايده لمرام وطالع معه على الغرفة، عن جد المنظر فظيع. انا شو سويت لحتى يتحول فجأة لواحد ما بعرفه؟ شو سويت له؟ خلص هاش تبكي، رح نعرف شو صار. يا روحي ما تزعلي، بعدين نحنا مستحيل نتركك، اطمني. بس انتي روقي يا روحي. ما عم بقدر. ألو نعم، وينك أنت؟ أنا بالبيت. طيب أنا جاي لعندك. ليش يعني؟ لازم نحكي ضروري. بس أنا ما عندي شيء أحكي معك بنوب. بس أنا عندي. مراد ما بدي إياك تجي لهون. طيب بشوفك بأي مكان تاني، لكن اللي بدي أقوله مهم. تفضل أحكي، عم بسمعك. أنور حكالي قصة. أي قصة هاي؟ إنه زياد تعرض لك وحاول يتحرش فيكي هالواطي.
هالموضوع ما بيخص حدا ابدا. بس انا بيخصني. اللي انت ليش هيك مهتم؟ ما بسمح لحدا يلمسك لو مين ما كان، فهمتي؟ والمفروض انه انت ما تسمحي. انت شو بتقصد؟ ما بدي هالواطي يرجع يتعرض لك بنوب. شوف، انت ما فيك تفرض علي اي شيء او تقرر عني شيء. بلا فيني قرر. لا، قلت لك ما فيك ابدا. طيب روحي وشوفي وتحملي النتائج. انا عم بجي واتدخل بحياتك واقول لك شو المفروض تساوي. انا بعرف حدودي كتير منيح. وقل لي، مرام اللي كنت انت وياها شو بتسمي علاقتك فيها؟ انت غيرانه ولا شو؟ وانا ليش بدي غار يعني؟ لانه عيونك ما عم يتفقوا مع حكيك. لا، مو صحيح هالشي. اعترفي حياة، انت كمان معجبة فيني. وليش لحتى اعترف؟ يعني انت قصدك؟ بدي افهم شو سويتي فيني. الحياة بتضحك بعيونك وبس. أنا مو سونا بك تاج يا مراد. أنا ما عندي مشكلة يا حلوة. أنت شو جابك لهون هلا؟ ومراد وين راح؟ مراد بحب مرام وبس. رجعوا لبعضهم كرمال يعطوا علاقتهم فرصة تانية. إذا مو مصدقة شوفي بعينك. Love to land the mind.